بيان سور في الميليو تيرا نجمو نقولوا الاحسن ما نقولوش نقولوا في الفا في الف في لي جوار قاعدتك لان عندك محرز وعندك بن ناصر هادو ما تنجمش تقول احسن منهم ولكن بعوار سكي فاش فرحت له انا كي سينيا في روما لانه ينسى المشاكل تاع ليون هذا هذه قالها الكلام هذا قالوا بيان سور جوار هكدا يخمم دوكا وراح البلاد اللي يعاونوه يسبورتي وهو كذا باش هو يزيد يلعب بونكور ميو وان شاء الله نتمنى له جو بونس كو يلحق يفا روتروفي سون ميور نيفو نيفو كيما كان ا مومون دوني وهذا ما سيكون في صالح المنتخب الوطني على ذكر عوار كان فيه منطقة مختلطة وقام أو صرح لوسائل الإعلام تصريحه الأول يتكلم على أنه جاء للبرهنة في المنتخب الوطني ومن أجل الفوز بالألقاب وهذا ديسكور يعني تاع واحد اللي ديسكور بريمير تاع جوار اللي قال هذا الكلام وهو يعي ما يقول نستمع Je suis très content d'être ici. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé, l'intégration s'est bien passée. Je connaissais quand même déjà des joueurs, donc ça a été un plus pour moi et beaucoup plus facile. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment, donc maintenant c'est le cas. Donc alhamdoulilah, j'espère que ça va bien se passer surtout. J'arrive ici avec beaucoup d'humilité, parce que même si j'ai pu faire de très belles et de grandes choses en club, en équipe nationale, j'ai encore tout à prouver et tout à faire. Donc forcément, j'arrive avec de l'humilité et j'espère que ça va bien se passer et qu'Inch'Allah, on va gagner beaucoup de trophées. Idan, Inch'Allah, gagner beaucoup de trophées. Mais il dit que je suis humble, j'ai été avec beaucoup d'humilité. J'ai été dans un monde qui a voulu prouver. ما قالش انا عوار اللي مضيت في نادي روما ولاعب كبير وجيت لهنا سي واحد لا سامبليسيتي انا عجبتني صراحه في طريقه الكلام سي بريك جو بردوان سي بريك عوار كان بالك في فرنسا من احسن لي ميليو تيران سي بريك في الاعوام الاخيره في الاعوام الاخيره هبط شويه الى بيرديو سا بلاص اون ايكيب دو فرانس ولكن ذهابه المنتخب الجزائري لا ينقص من القيمة التقنية تاعو يبقى لاعب قيمة أنا ثابتة أظن يعني قيمة ثابتة أنا أظن إضافة نوعية كبيرة للمنتخب الوطني احنا المشكل تاعنا دوبوي أعوام هو لا كونستركسيون دو جو تنظيم اللعب ما عندناش لاعبين عندهم جودة يجيبوا الكرة ويالمونتيو لي زاتاكون لي بال هذوك اللي يجيبوا الأهداف عوار نظن أن هو إضافة كبيرة التوظيف تاعو جو بونس كو سي دون انيماسيون دو جو ان طونك ويت سي سا علي ان بو بري سي سا سي بور اون ميليو تيرا بور سامبليفي بور سامبليفي ولكن يعني انا نظن المنتخب الوطني بعوار وجه واحد اخر كاين ثاني كاين عوار وكاين ثاني عبد اللي يمكن ثاني حسن لا كونستركسيون نعم اللي عنده ثاني جوده في لا كونستركسيون هذا ثاني هاد الزوج هادوما اضافه انا اظن انها اضافه نوعيه حقيقه ان اذا بهاد اللاعبين والمستوى المنتخب الوطني ما يطلعش هذا صبر. سيبقى يعني نقطه استفهام كبيره رشيد هل تعتقد بانه عوار اللي صراحه لو تورينا واحد الصوره لزميلنا اسامه زروالي المصور المحترف صراحه صورة جميلة لكل اللاعبين يعني في التدريبات صحيح هذا ماهوش مباراة رسمية ولكن شوف كيفاش يكسيو فيه يشوفوا فيه يعني معلوماتنا اللي وصلتنا من سيدي موسى تقول بأنه أبهر في المباريات كيفاش يقولوا لي سيكس لي زوبوزيسيون بين لي جوار يقولوا بأنه ظهر بأنه سي كيلكان كي يمارش ديلو أحسن من المجموعة بون ربما في غياب ايضا رياض محرز اللي ما حضرش معاهم هذا الاسبوع وايضا في غياب يوسف بليلي الغائب عن المنتخب ولكن تظهر بانه عندك لاعب قيمه ثابته. نعم رضوان هو اون فالور انتريسينك يا با دير سي جوار دو تري كونت كاليتي كي ميم جوي في الفريق الوطني الفرنسي وانت تعرف يعني لا كونكورونس في وسط الميدان في الفريق الفرنسي لاعبين كبار في الفريق الفرنسي رغم ذلك كان دي ديشون وطفوا في مباراه واحده فقط عليه ايه نسيرس كو تخلف في الميليو دو تيران لي كونستي لي دو ستار هذاك الميليو دو تيران فيه هو الى ريوسي ا ديكروشي بلاس سا في دير كو لا فالور تاع اوار
هل يمكن الحكم عليه بداية من لقاء أوغندا أم يجب أن ننتظر أنه يتنتقل في الجروب؟ ما لازمش اليوم نحكم عليه في الخرجة الأولى تاعه، لأن لماذا؟ لأن اليوم بدل مناخ 100%، يعني كان ينشط في أوروبا، اليوم راه جاي ينشط في أفريقيا مع فريق جديد أول مرة، لاعبين أول مرة، ولو أن يعرف سليمان الصحفي قال لك نعرفهم، لا قال لك الكيل لعبت معهم، لعب هو مع بالعمري وسليماني في ليون، ولكن نعم. الآن بالعمري مش موجود، لعب مع سليماني. نعم مع سليماني نعم، لكن اللاعبين اللي لعبوا أسيكوتي كما نقولوا لي دو لاتيرو ولا الميلوتيرا سي لا بريمير فوا كيل فالي ديكوفرير. نظن بلي ما لازمش نحكموا عليه على الخرجة الأولى، ربما يقدر يكاس لابارا كما يقولوا، ربما يقدر يجوز أكوتي، لكن احنا طوك متتبعين للفريق الوطني نتمنى باش الخرجة تاعو تكون موفقة. لماذا؟ لأن من جانب النفساني مليح عليه ومليح أمام للزملاء تاعو. واضح. نروح علي بن شيخ، لما قلته منذ قليل حول إمضاءه في نادي روما جعله مرتاح، ربما هذا الشيء اللي خلاه مع المنتخب الوطني يمر بظروف رائعة، خاصة مجيء سيدي موسى خلاه يلعب مع زملائه الجدد براحة أكثر. حسيناها. نعم حسيناها، ورح نسمعه لما قاله حول إمضائه لنادي روما الإيطالي بطلب من مورينيو شخصيا. Je suis apaisé, on va dire. Je suis apaisé dans ma tête parce que ça a été une saison difficile pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que je suis à l'aise parce que maintenant je sais ce qu'il en est de mon futur. Je suis calé sur pas mal de choses, très motivé. En tout cas, là, je vais bien me préparer. Ensuite, je vais prendre quelques jours et puis tout de suite me préparer pour la saison prochaine. إذن التحضير للموسم القادم رفقة نادي عالمي مثل نادي روما. علي بن شيخ، هل اللاعب لما يجي للمنتخب الوطني هو بدون فريق ولا في مشاكل مع النادي، ماشي كيما اللاعب اللي يجي هو أمضى في خرج من هذاك الكوشمار تاع فرنسا، هل كل هذا عنده دور في بروزه في الحصص التدريبية؟ نقول بيا سي دي ماتش دوبوزيسيون داخل سيدي موسى، سي امبورطون. هو شوف سكي امبورطون بور لوي او زاد قالها سي دافوار كيتي شامبيونا فرونسي. واحد شوي كالي دوك خلاص كالي. رشيد مقبله قال لك لا سي غاني بلاص اون ايكيب دو فرانس. انا نقول له رشيد لا انا بور موا ان با غاني بلاص، الا غاني اون سيليكسيون باسكو لا بلاص لا بروف ايل جو اون الجيري. Donc il a gagné une sélection. Il a gagné une convocation. Non, une sélection. Convocation. Tu te Serie A ou l'autre il a été dur mais il a pas encore plus de chance. C'était il a été un peu dur avec lui. Donc il a été libéré pour deux raisons. La première c'est d'avoir signé fait un grand club qui s'appelle Roma avec un grand entraîneur, le Mourinho. Hagda. دونك تليبيرا من هادوك اللي سيفلي والمشاكل هادوك. جا لهنا الجزائر يلعب مع سي كومباتريوت سي ديزالجيريان كوم لوي اللي اليز في لاكاي، ماشي كيما اون ايكيب دو فرونس كاين بزاف حوايج. بزاف حوايج استقبال ما يكونش كيف ما يكونش كيما هنا ودخل ديرك لدارو، كاين اللي راح الوارن ولا راح تيموشنت وين راح يلعب هكذاك. دونك لاكاي اللي ديفيرون ونظن فلو سيكس هذوك حب يوري بلي باذن الله جو في روبروندر ونعاود نولي لو نيفو تاعي. Ça, c'est, je pense que c'est une bonne chose. Mm. Il y a beaucoup de qualité. Le leader, en réalité, l'équipe A n'a pas de leader. Il y a Nasser et un peu de Mahrez. Mais en réalité, quand on dit le صح, il n'a pas de leader. C'est un groupe. Tu vas à la City, par exemple, tu as un peu de Bruyne. شويه ولا هالاند ولا هالاند قدام ولا مي سي لو جروب كان سيتي سيرتان. كاين سيرتان زيكيب عندهم واحد هو اللي يمشي بالهضره باللعب بكلش. وهنا نظن سي اون اون جروب ماشي حب يوريه، هو حب ياخذ هو يمد الكونفيونس لروحه، لازم هو يتقنع بلي خلاص هذوك لي باساجي باسكو كي كانوا اون فرانس في ليون ميم كي قبل ما يجي كونترولي بالون ديجا يخمم دوك يصفروا عليه دوك يحطوا لي بلاك دوك
ما خلاش كونسونطراش روحو للعب واش راح يدير يجي داخل رون بلاصون يا ديسيفلي كل الاخر دوك هنا لا هنا وكونتر راح يدخل الناس كاع تصفق عليه والناس كاع تعاونوا جيسبر ان شاء الله البوبليك الجيريان كاع يعاونوا خاطرش يميريتي ما لازمش نديروا له لاهورتا وانا جو بونس ماشي قال راح يدخل دون الباء ولا ويلي ديجا دون الباء يلي ديجا دون الباء تفضل انا برك عليه الديبار اسمح لي راشي بنقول بلي الغياب تاعو في المنتخب الفرنسي يعني بور ان جوار دو 23 ans 24 ans حبست بريماتورمون لا كارير انترناسيونال تاعو كنا ان مومون اول كنا نقولوا بلي ميسي يعاود ليكيب دو فرنسا انا جو بونس ليكيب دالجيري لوي دون اون اوتر شانس عطات له يعني الفرصه ثانيه يعاود يولي الاطار المستوى الدولي مع التغيير تاع الكلوب يعني pour avoir c'est une seconde chance une autre opportunité باش يبين باللي هو لاعب من طراز دولي راشد محمد ديف اسمح لك صريح من تغيير فريق خاصه سمير في هذا التوقيت مهم جدا لذهابه الى روما لماذا لان الكره الايطاليه في منحه تصاعدي خاصه ان روما غير كيما خسر يعني النهائي اللي خسرها بار لي بينالتي توسا مهم جدا انك اليوم تنشط في الكالتشيو اللي كومونس ا روتروفي دي كولور سي نو بلي الكالتشيو تاع لي دانيير زاني وين كان تراجع المستوى اليوم هذا العام ثلاث فرق ايطاليه في نهائيات او تلعب في روما احسن ما تلعب في اليوم من جهه اخرى يكون عندك مدرب كبير كيما جوزي مورينيو في روما وهو اللي طلبك سافو دير كو اليوم تحس باللي هاد جوا سي لو بلون سيكولوجيك تحرر إلي ترونكيل كيبدل الكلوب راح من ليون اللي كان عنده مشاكل بزاف راح لفريق قوي في ايطاليا وامام مدرب كبير جدا نذكره في وقت من الاوقات في وقت من الاوقات كان مطلوب من نادي ارسنال نعم ارسنال ولكن انا ذاك الرئيس النادي ميشيل اولاس رفض طلب غالي طلب اكثر من 50 مليون اورو هما عطاو 40 مليون اورو يا شوف il y a autre chose qui est très importante pour le joueur هو خلينا الباساج لي جوزو مع ليون قعدت له شغل اون طاش ومع ليكيب دو فرانس اليوم سينيا في روما الفوتبول ايطالي كومونس ا ريبروندر نيفو بدا يطلع وانا نشوفو الانتر دو ميلان شفت كاش لعبت مع سيتي لا روما مع سيفي هو هنايا il n'aura pas peut-être d'autres chances. Il faudrait que saisir une chance elle est extraordinaire et d'essayer de s'imposer. La confiance leader a fait Mourinho, لازم يوريها له في التيران. تما ça pardonne pas. Si tu passes à côté plusieurs fois, تروح للبون تسنى. تروح للقارطة ما فيهاش بن عميس absolument donc ما فيهاش بن عميس il doit s'imposer et dès qu'il s'impose في روما خلاص على بالي بلي يتسرح ويولي ان شاء الله يولي في المستوى اللي ان شاء الله نروحوا للتصريح ما قبل الاخير ويتكلم على الحقيقه في الميدان وليس بالكلام وهذا ايضا تصريح قوي جدا للوافد الجديد للمنتخب الوطني حسام عوار De toute façon, comme je le dis souvent aussi, c'est que la vérité, c'est simplement le terrain. Donc, les grands discours ou quoi que ce soit, c'est parfois beau, mais c'est pas utile si sur le terrain ça suit pas. Donc, en tout cas, je vais être à fond pour ce pays parce que c'est une grande fierté et un honneur pour moi d'être ici enfin et aussi pour l'AS Roma ça va être pareil hein, essayer de bien m'intégrer tout d'abord ensuite apporter le plus possible à l'équipe et pourquoi pas faire une grande carrière avec ce club. إذن يتكلم على الديسكور قال لك أنا بارلي هكذا فير دي ديسكور قال لك سي بو مي صح كاع قال لك أريد أن أبرهن في المستطيل الأخضر لأن عوار يعرف جيدا أنه منتظر في روما ومنتظر في المنتخب الوطني الناس كاع راهي تسنى كيفاش يتفاعل عوار في المنتخب الوطني باسكو سي تان ليدر ماهوش جاي باش جوست بور رونفورسي ليكيب ناسيونال الجزائريين سنوا بزاف من عوار باسكو هو يمثل قطعه مهمه في كره القدم في لا كونستركسيون دو جو وفي روما اوسي
أو ميسناو في سي 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 كمان جوزي موريني مورينو كي ميز سور عوار إيل ميز روا دون زان دون زان دون زان كيفاش يقولوا دون زان كومبورتيمون دو جو تري تري امبورتون في لانيماسيون ستادير هو على بالو بلاو ميسناو فيه إلي أتوندو أوتور إلي أتوندو ماشي أوتور مي إلي أتوندو بوكو ديسبوار سون نوري سور سور لو جوار هذا عوار وحايب حايب يبرهن بامكانيات تاعو سا كومونس بار ليكيب ناسيونال باسكو كي يلعب مليح لي دو ماتش هادوما ما علاش ولا يلعبهم في زوج سي اوسي ان سينيال بور لا روما وي وي نروحوا نربح بزاف قلوب الجزائريين خاصه بالتصريح الاول تاعو للاعلام الجزائري قلوب الجزائريين تعلقت به لماذا للتواضع تاعو تواضع تاعو خرجاش كيما سيرتان جوار اللي جاو المنتخب الوطني متعالين شويه ابسوليمون كيما يقولوا بالدجا ما جاش طايح خشين جا يعني كيما يقولوا متواضع جدا عندها علاقه بالتربيه تاعو نعم. شوف والديسكور تاعو هذا اللي الى ديفلوبي في هذه لي سورتي تاعو عندما تكلم على الفريق الوطني وعندي اون دات مع هذا الفريق الوطني وحب الفريق الوطني خلى الجماهير الجزائريه تتعلق به نعم. وهذا مهم جدا جوستومون الجماهير الجزائريه تعلقت به كثيرا بتصريحه باللغه الايطاليه في ايطاليا لما امضى وايضا حديثه حتى باللغه الدارجه باللغه العربيه في تصريحه دائما في لازون ميكس هذا ربما عنده علاقة